الصناعية بالعقبة التابعة لولاية منوبة، وذلك في إطار توسيع نشاطها الصناعي. بقيمة استثمارات نهزت 25 مليون دينار، وسعت مؤسسة ألمانية مختصة في صناعة المفاتيح الإلكترونية للسيارات وعدد من المكونات الأخرى نشاطها في تونس، وذلك بزيادة وحدات الإنتاجية وتجميعها في مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالعقبة من تونس العاصمة. احنا تو عندنا 1500 موطن شغل كنا في سكرة، وحولنا العقبة اخذنا في دي زيكستونسيون، حولنا في ديسمبر، وديجا من جانفي حتى التو دخلنا ما يقارب 300 شخص في المعمل الجديد هذا. عندنا دي كليون في امريكا، وعندنا دي كليون في الصين، عندنا دي كليون في العالم كله برضه. مؤسسة مارك وارد تنشط في تونس منذ مدة، والشيء الهام في هذه التوسعة هو أنه أخذ القرار وقع نهاية 2011 بداية 2012. نسعى إلى تدعيم نشاطنا الصناعي في تونس لأن ثقتنا كبيرة في هذا البلد. تونس تتوافر على عدد من مقومات الاستثمار، منها بالخصوص وجود إطارات كفأة وعالية التدريب. لقاؤنا بعدد من الإطارات والعمل كان خلال جولة بأحد وحدات الإنتاج، مواقع عمل يمتاز شغلها بالانضباط والمثابرة. نورمالمون مادام جاي تخدم لازم تكون انت منضبط اوتوماتيكمون، وحدك تكون منضبط. شركة معناها نصنعوا، دونك الإنتاج تحاسبوا عليه ونحسبوه، في نفس الوقت كي مثلا الخدام يوصل لل 100% الإنتاجية بخلاف شهريته فما عنده منحة على الإنتاج اللي يوصل له، ياخذوا حقهم ويعطي للشركة حقها. توجه مثل هذه المؤسسات نحو زيادة في وحدات إنتاجها في تونس يؤشر وفق المحللين على الأفق الواسع لتونس من حيث ثقة المستثمرين في مستقبلها.